أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج مباشر على النت. معكم محمد حمدي من مصر. الحقيقة النهاردة طبعا احنا هنتكلم النهاردة هو طبعا الموضوع الشاغل في مصر، هو مجزرة بورسعيد أو أحداث بورسعيد. ولكن قبل ما أتكلم عن وأيضا هنوه أكيد عن الانتخابات، إعادة الانتخابات في مجلس الشورى بكرة في 13 محافظة إن شاء الله، برضه هقول المحافظات. ولكن بحب أرحب بفاطمة الزهراء معانا، وأيضا بحب أنوه إلى كل الموجودين بره الشات يكتب بس اسمه مساء الخير. فاطمة الزهراء بتقول لي مساء الخير، مساء النور يا فاطمة. إحنا النهاردة هنتكلم عن، أعتقد فاطمة الزهراء من المغرب، إحنا هنتكلم النهاردة عن أحداث ما حدث في بورسعيد، و هنوه ان شاء الله عن بكره اعاده مجلس الشورى. ولكن احب انوه بان كل الموجودين معانا بره الشات يكتب بس اسمه. وفاطمه الزهراء بتقول لي ايوه، طب كويس فاطمه الزهراء يا جماعه من المغرب، يكتب اسمه في الشات ويدخل معانا يشارك طبعا موضوعنا. والنهارده الحقيقه الحدث اللي هو اللي انزعلنا طبعا وبنع طبعا شهدائنا وشهداء احداث بورسعيد، وبعزي كل الامهات الحقيقه طبعا والاسر اللي مات لها اولاد في احداث بورسعيد. الحقيقه كانت مجزره وكانت حدث او حدث يتكلم عنه العالم كله. الحقيقه مصر كلها في حزن طبعا. فالنهارده ان شاء الله انا عايز اخد اراء كل الناس معانا في اللي هو في الموضوع ده، بس موضوع احداث، لان ده يعتبر الشغل الشاغل في مصر. فاحنا ان شاء الله هنتكلم عنه النهارده. ولكن قبل ما نتكلم عن مجزره بورسعيد، بكره ان شاء الله هينتخب او هيدخل معانا 13 محافظه، او هينتخب معانا 13 محافظه. احسان دخلت معانا دلوقتي، اهلا بيك يا احسان. هيبقى ان شاء الله بكره 13 محافظه في جوله الاعاده في مجلس الشورى، وان شاء الله نشاهد اقبالا كثيفا. طبعا هيبقى برضه وسط اعتصامات في ميدان التحرير وفي محمد محمود، ومثلا يعني في محمد محمود انا اعتقد كل الناس رجعت ميدان التحرير دلوقتي، فهيبقى الاعتصامات في ميدان التحرير. زي ما قلت هتبدا عمليه الاقتراع بكره ان شاء الله مجلس الشورى في 13 محافظه، وهي القاهره، الاسكندريه، المنوفيه، الغربيه، الدقهليه، دمياط، الفيوم، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، شمال سيناء، والبحر الأحمر. وأيضا وسط اعتصام المئات في ميدان طبعا انتخابات مجلس الشورى جولة الإعادة. وإحنا طبعا فاطمة الزهراء بتقول لي والله والله زعلنا عليكم الله يرحمهم. طيب أنا عايز أعرف يا فاطمة، بما إنك طبعا أنت من المغرب، فأنا عايز أسألك أنت شفت الحدث ده إزاي؟ أو انت وصل لك الحدث ده ازاي؟ وانت شايفه فعلا ان الحدث ده يعني شايفاه منظم او مرتب، او حدث ما بين الجمهور، ولا هو منظم ومرتب، ولا ايه؟ بما انك انت من المغرب وخايف دوله المغرب خبر، او انتوا عملتوا ايه لما عرفتوا ان في شهداء راحت في مصر ضحيه طبعا لماتش كوره ما بين الاهلي والمصري؟ فيا ريت تجاوبيني انت واحسان. احسان دخلت معانا دلوقتي، يا ريت تجاوبني برضه احسان هي وفاطمة الزهراء. طبعا زي ما قلت 13 محافظة إن شاء الله بكرة هيتم الانتخاب فيهم في جولة الإعادة في مجلس الشورى، وسط اعتصام أيضا المئات في مجلس في ميدان التحرير. وكان الحقيقة كان ليه برضه المستشار عبد المعز إبراهيم كان ليه تصريح في المرحلة الأولى، وهو قال الأولى من المرحلة الأولى، وهو قال طبعا انه لم يتوقع ان تكون نسبه الاقبال على الانتخابات بهذا الهدوء والاقبال الضعيف جدا. هو طبعا معاه حق. طيب انا هقول الاول اخر مره 13 محافظه: القاهره، الاسكندريه، المنوفيه، الغربيه، الدقهليه، الفيوم، هنا الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، والبحر الاحمر. نخش بقى النهارده هو المجزره او مجزره بورسعيد الموجوده، في الحدث الاهم طبعا في مصر كلها، وكان يعني كانت المجزره موجوده في بورسعيد ما بين ماتش الاهلي والمصري. الحقيقه فاطمه الزهراء بتقول لي لازم السلطه تكون
موجودة. طيب يا فاطمة، هو دلوقتي انت من وجهة نظرك انت كواحدة مغربية او كواحدة شفت الحدث، وانت من عندك من المغرب، انت شايف الحدث ده ازاي او شفتيه كيف استقبلت الحدث؟ انت من وجهة نظرك ان الامن مقصر في تأمين المباراة، ولا الحدث كان منظم ومرتب مع الامن، ولا من له يد في الموضوع ده يا فاطمة؟ انت من انك واحدة من بره مصر، ميرو دخلت معانا او دخل معانا، انا معرفش الحقيقة هو واحد ولا واحد، ميرو 3/3/19 توت امون بينزل تنويه دلوقتي بيقول: نرحب ونشكر جميع اصدقاء اسرة توت لمشاركتنا الحوار الحر من داخل الشات او الذين خارج الشات، وانا برجو كل اللي خارج الشات دلوقتي يدخل معانا يقول لنا رأيه في موضوع مجزرة بورسعيد. وانا الحالية انا جايب لحضركم كده، مش عايز اقول افيه، بس عايز جايب لحضركم زي ما يكون يعني افيه بسيط كده على شهر فبراير، يعني على شهر فبراير. ولكن هبدأ سؤالي الحقيقة، انا جبت النهاردة السؤال ده كان من يوم السبت، مكتوب: من هو الشيء الذي يحميه الامن سوى الرئيس السابق؟ يعني من هو الشيء؟ فاطمة الزهراء يمكن بتقول يمكن يكون مدبر. طب مدبر من ايه يا فاطمة؟ ما هو مش يمكن. طب ما هو بص يا فاطمة، هو الامن هو اللي حصل، عشان احكي لك اللي حصل في الماتش بعد ما الحكم صفر ونهى الماتش. ميرو بتقول هاي. طب انا عايز بس اسالك يا ميرو، انت اسمك ايه عشان بس اعرف؟ فاطمه الزهراء. عايز اسالك ميرو وفاطمه واحسان، بما انهم طبعا مش عارف احسان يا ريت تشارك معانا. طيب انا بس عايز اعرف اسمك يا ميرو، يعني حضرتك واحد ولا واحده عشان بس اكون عارف من الاول. هو ميرو بيقول او بتقول اكيد مدبر، لان بورسعيد عمرها ما تعمل كده. طب يا ريت ميرو يقول لي اسمه، يعني يا ريت يعني يقول لي اسمه. طبعا الماسين اللي راحت اكثر من 74 طبعا شهيد مشجع، واصاباته اختلفت بالالافات. وطبعا جاءت انتقادات لوزير الداخليه والدكتور كمال الجنزور رئيس مجلس الوزراء بالتقصير في الامن، الناس دي كانت مدبره. طب ما هو في الوجه الاخر برضه غيره بيقول لك بورسعيد هي مشتركه، وفي ناس من الانفرس بيقول لك احنا شفنا جمهور بورسعيد، او جمهور برضه ثانيه بتقول لك ان في ناس دخلت ما بين جمهور بورسعيد، ولكن ايضا اللي ساعدها جمهور بورسعيد والامن. فانت ايه رايك في الموضوع ده؟ موضوع جمهور بورسعيد ليه يد في الدخل في الموضوع ده؟ من بورسعيد يا ريت اعرف بس الاسم يا ميرو، وتشرحي لنا اكتر، وتشرحي لنا من وجهه نظرك اللي راح. طبعا ضحيه الحادث المأساوي اللي راح ضحيته اكتر من 74 وحوالي في اصابه. طبعا الحقيقه هو حادث اليم، طبعا هي سمتها مذبحه بورسعيد. وفاطمه الزهراء بتقول يمكن يكون مدبر، فانا ارجو ايضا برجو من احسان انها تشارك معانا. توت امون بيقول: هذه القناه يصنع المواطنون برامجها، هذه قناه لكل الناس، هذا هو اعلام المواطن، هذه قناه المواطن العربي في اي مكان في العالم. طبعا قناه فاطمه الزهراء، طبعا فاطمه الزهراء من المغرب. ميرو يا ريت احسان تشارك معانا برضو. عايز اقول لكم ان بعد المباراه حصلت جلسه طارئه لمجلس الشعب برئاسه الدكتور طبعا سعد الكتاتني، وطبعا تم مناقشة ويعتبر استجواب او هيتم استدعاء للوزير للحدث. الوزير قال بعد المذبحة دورا طبعا مدير امن العيد، وقال لم يطلب تعزيزات من الوزارة. تعزيزات يا جماعة، يعني هو عنده حاجات ناقصة فيطلب من الوزارة، انا عايز قوات امن اكتر عشان امن المباراة. الراجل ده ما طلبش حاجة. ايضا في تصريح طلع من مدير الامن بورسعيد السابق وقال ان انا ما كنتش موجود في الاستاد. في الحقيقه نزل على الفيسبوك اكتر من صوره
لمدير الامن، مدير الامن بورسعيد، انه كان متواجد بالفعل في استاد بورسعيد. فانا ما اعرفش من وجهة نظر ميرو، هي بتقول اكيد مدبر لان بورسعيد عمرها ما تعمل كده. طب مدبر من حيث ايه يعني؟ انا عايز الناس اعرف الناس مين المدبر. طبعا انا لسه هدخل لك بقى في الموضوع الثاني اللي هو هل مدبر من النظام السابق او رموز النظام السابق في السجون او سجن طره. يعني بالفعل كان سجن طره ليه دخل بما حدث في بورسعيد؟ وعلى هذا الاساس هيتم نقل او هيتم تفرقه نظام رموز النظام السابق، كل واحد طبعا في محبس عن الاخر، فهل بالفعل هم اللي كانوا ورا ده ولا المدبر من اي مكان؟ انا ارجو من ميرو تقول اكتر من كده برضه، بس عايز اعرف هو اسمها او اسمه ايه. وايضا لي تقول لي يمكن يكون مدبر، يمكن يكون مدبر، فياريت تقول لي مدبر. وطبعا الناس وناس قالت ان حبيب العدلي ما زال يباشر عمله، هو الذي بيأمر في الوزارة، هو التي ليه دخل ايضا بما يحدث داخل وزارة الداخلية. الحقيقة ايضا خرج نافع الكلام ده وزير الداخلية فاطمة الزهراء، بتقول لي ليش ساكت؟ لا انا بتكلم والله يا فاطمة. انا بتكلم كليك يمين، لو اي لو الصورة وقفت يا جماعة، لو الصورة وقفت حضرتك تعمل كليك يمين، تعمل كليك يمين على الفيديو، هيتم اعادة تحميل الفيديو لحضرتك مرة تانية. توت امونيا نزل تنويه ده دلوقتي طالما الصورة واقفة عند فاطمة الزهراء. يا ريت تعمل ريفريش فيديو. حدث داخل بورسعيد من احداث شهادة مباراة النادي الاهلي والنادي المصري، بي طبعا بوجود ضحايا اكثر من 73 في ناس كتير جدا بتقول ان الضحايا اكثر من 100، كتير جدا ضحايا اكثر من 100. ولكن هم العدد اللي وصل لوزارة الصحة، احنا عارفين ان حصلت احداث مؤسفة ايضا في شارع محمد محمود ووزارة الداخلية وعموم وزارة الداخلية، وايضا امام وزارة الداخلية وامام مديرية الامن سواء الدقهلية او طبعا الدقهلية طبعا عشان بلدي، سواء الدقهلية او السويس او هي الهجوم طبعا وار على جميع مديريات الامن. ولكن انا عايز اعرف ما هو سبب الهجوم على مديريات الامن؟ يعني دلوقتي يا ريت ارجو الناس تشارك معايا من فاطمه الزهراء وميرو واحسان. يعني لو الفيديو واقف ارجو اعمل ريفريش الفيديو. دلوقتي ارجو اعمل ريفريش الفيديو لغايه ما هينزل التنويه. دلوقتي هينزل التنويه لعمل ريفريش للفيديو. طبعا احنا عارفين ان كان ليه اكثر من تصريح، كان يعني حصل اكثر من تصريح داخل بعد احداث النادي الاهلي والنادي المصري، وكان ابرزه طبعا تصريح السيد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه انه عرض عليهم موعد انتخابات الرئاسيه، وهذا ما قبل طبعا بالقبول من قبل السيد عمرو موسى. يا ريت تأمروني نزل التنويه بتاع لو القناه وقفت ارجو اعمل ريفريش على القناه، ارجو اعمل ريفريش على القناه. نزل التنويه دلوقتي بيقول للمشاهده افضل يرجى اغلاق اي صفحات نت اخرى اثناء مشاهدات اذا توقف او الصوت، اعمل كليك يمين على الفيديو واختار تتأمل المشاهدة افضل، يغلق اي صفحات نت اخرى اثناء مشاهدة البث اذا توقفت الصورة او الصوت، اعمل كليك يمين على الفيديو واختار ريفريش فيديو. ده طبعا اللي انا قلته لفاطمة الزهراء. طبعا زي ما انا قلت هنرجع لموضوعنا ثاني، هو احداث النادي المصري والنادي الاهلي وما شاهده من المجزرة،
وقتل إلى وصل العدد إلى 73 قتيلا وأكثر من 1000 مصاب. طبعا ما حدث هو بكل المقاييس مجزرة وكل المقاييس كان حديث العالم وليس مصر فقط. جميع وما أبرزهم من برشلونة طبعا، النادي الملكي النادي الأزرق عفوا، والنادي الملكي وبايرن ميونخ وجميع الأندية الحقيقة والنادي كله جاني وقت الجياح جدع على أرواح الشهداء. طبعا هناك من قيل أن مدبر من جانب الأمن ومن جانب رموز النظام السابق، وقيل أيضا من جانب آخر أن هذا ما حدث هو من جمهور النادي البورسعيدي أو جمهور النادي المصري، وموجود طبعا من احتقان داخل النادي المصري طبعا، لأن احنا عارفين إن النادي المصري بيطلع لعيبة، فاللعيبة بتروح نادي الأهلي أو نادي الزمالك، يعني اللعيبة بتروح نادي الأهلي أو نادي الزمالك. وأيضا وأبرزهم طبعا كانت طلعت وقالت إن أحد الأسباب كان أحمد شديد قناوي اللي انتقل من النادي الأهلي من النادي المصري للنادي الأهلي. وأيضا محمد شوقي، يعني الاحتقان واضح، ولكن في ناس تانية تيجي تقول ان الاحتقان المفروض ما وصلش لدرجة القتل. طبعا لدرجة القتل دي ان كان في ناس من داخل الملعب وقالوا ان اللي سمع حدث في كاد بورسعيد بالظبط وهما يروا القصة، ان جمهور او كل او اللي كان موجود احسان بتقول كلنا زي على مصر. انت مين يا حسان؟ عايز اسال سؤال، انت مين يا حسان؟ لان انت واضح حسان اعتقد يعني المغرب، اذا النهارده كل اللي معايا يعني المغرب، يعني ارجو برضه مشاركه ميرو، يا ريت ميرو تشارك معانا. فطبعا كل ما وفي ناس وفي طبعا ناس ثانيه او جمهور من الالتراس قالوا ان ما حدث هو من داخل النادي المصري، يعني جمهور النادي المصري بمساعدة بعض البلطجية، ولكن كان الأساس هو النادي المصري، هو النادي المصري كان المساعد الأساس، هو كان النادي المصري جمهور بورسعيد. ولكن طبعا زي ما احنا قلنا انه عندما يوجد احتقان، عندما يوجد احتقان بين الأندية، يعني احنا شوف دايما احتقان زائد ما بين الاهلي والاسماعيلي، الاحتقان زائد بين النادي الاهلي والنادي الزمالك، ولكن هل وصلت لدرجه القتل؟ طبعا احنا سمعنا من داخل الالتراس المصراوي او داخل عفوا داخل الالتراس الاهلاوي من بعض البلطجيه المنبثين ومعهم جمهور نادي المصري كانوا يذهبوا الى الالتراس الاهلاوي ويتم حذفهم من فوق، يعني بيحذفهم بيشيلوا الناس ويقوموا حذفينهم. هل هذا طبعا معقول؟ مش ممكن، مش ممكن رغم الاحتكام توصل ما بين الاهلي والنادي المصري على لعيب او لاعبين خدم النادي الاهلي. ولكن ميرو بتقول او احسان بتقول كلنا زعلنا على مصر. طب يا احسان دلوقتي انت بتقول عايز اعرف انت شهداء النادي الاهلي، وهل كل وهل بيحصل عندكم الكلام ده؟ يعني لما يكون مدير الاهلي ما بين نادي عندكم بنادي اخر، يعني النادي ونادي اخر هل بيتم القتل؟ طبعا احنا نشوف الكلام ده، ان الكلام ده ما حصلش في النادي الاهلي والنادي المصري. كان في او بيقول اكيد مضاد كده. اقول لك يا ميرو، اغلب الشعب المصري، اغلب الشعب المصري اللي حصل ده من جانب شعب بورسعيد، يعني اللي حصل ده من جانب شعب بورسعيد بدليل النهارده فائقه يعني كبير، او النقل ايه او النقل الثقيل بتاع بورسعيد لما كانوا بيسافروا من اي بلد تاني. النهارده عملوا وقفه احتجاجيه بالمناسبه عندكم هناك في بورسعيد، عملوا وقفه احتجاجيه في بورسعيد لانهم لما بيروحوا اي بلد تاني بيتم تكسير عربياتهم، لما بيعرفوا ان هم من بورسعيد بيكسروا عربياتهم. فانا عايز اقول لك ان للاسف اغلب الشعب المصري
او الغالبيه العظمى واخدين فكره عن ان شعب بورسعيد هو الذي يعني هو الذي دبر الموضوع ده من ساعه الامن البلطجيه. ومن ساعه البلطجيه ناس تانيه تقول ان في ناس مدبره جاءوا بميكروباصين من خارج بورسعيد بورسعيد. الاهل وفي شويه لسه شفاني وقعدوا جمهور النادي الاهلي ورفعوا يافطه نقول بلد الداله. نقول الناس بتقول كده ان مش جمهور اهلي دول من جسمانين جمهور الاهلي جمهور النادي المقوى الجمهور الاكبر يجلس مع النادي الجمهور الاقل مع النادي الاهلي عشان يتم الوقيعه ما بين النادي الاهلي وجمهور النادي المصري. وهذا حدث بالفعل انه عنده طبعا حصل هجوم من جمهور النادي المصري. ولكن هل عندما نرى طبعا كل ده كلام فارغ، ولكن عندما نشاهد يخت زي دي مثلا هل بالفعل تؤدي الى مقتل شخص؟ مش هقول 73 شخصا، يعني عشان احنا شفنا بلد الداله ما فيهاش رجاله. هل ان الجمهور يروح على الجمهور الثاني ويقتله من ثم ويلقى حلفهم من فوق المدرجات؟ هل بالفعل كده؟ طبعا كل ده ادى الى ناس كتير جدا راحت اعتصمت في نادي التحرير، ناس كتير جدا هجمت وزاره الداخليه بان السبب الرئيسي والاول فيما حدث في استاد بورسعيد. ناس كتير جدا هجمت مديريات الامن السويس ومديريات امن اسكندريه. هل كل هذا يؤدي الى مقتل شخص ولا شخصين؟ مش هنقول 73 شخصا لان في ناس كتير جدا بتقول ده العدد زائد. طبعا كل هذا اجتمعت طبعا بعض اولي الامر منهم مجلس الشعب عقد جلسه قارئه يوم الخميس الماضي طبعا لمناقشه معهد المنظور بورسعيد. وايضا تم نقل مدير بورسعيد لديوان عام الوزاره. يعني تم نقل مدير امن بورسعيد راح ديوان عام يعني وزاره. هل بالفعل ده كافي لمدير الامن بورسعيد؟ وهل كان متورطا بالفعل في احداث مباراه؟ طبعا هو خرج باكثر من تصريح وقال ان انا ما كنتش في مباراه الاهلي والمصري، ولكن ان الكاميرا التقطت صور بعض الصور لمدير الامن بورسعيد وهو في الملعب. بالفعل التقطت ليه صور وهو في ارض الملعب، في ارض الملعب اللي هو ما كانش موجود الملعب. وايضا عندما سئل وزير الداخليه قال مدير الامن لم يطلب مني تعزيزات من الوزاره، يعني لم يطلب تعزيزات لتامين المباراه من الوزاره. هل بالفعل كل هذا كان كافي او كان مدبرا من جانب مدير الامن؟ لان الامن الله في مدير او في المباراه وليس وزير الداخليه. وزير الداخليه وقع في القاهره، هو ده مساعد الوزير. مساعد الوزير ده هل بالفعل كان مدبر؟ يعني هل كان بيدبر بالفعل، كان مدبرا مع النظام السابق؟ لان احنا سمعنا كمان ان في ثلاثه من اعضاء الشعب. طيب قبل ما اقول كنت امير مجلس التنوير بيقول هذه القناه يسمع المواطنون برامجها، هذه قناه لكل الناس، هذا هو اعلام المواطن، هذه قناه المواطن العربي في اي مكان في العالم. ارجو المشاركه من احسان لسه معانا، ميرو خرجت، احسان معانا وفاطمه يا ريت في الموضوع. هل يعني نرجع الموضوع تاني، هل كافي لان ترى لوحده ام كان معه زي ما سمعنا ان في ثلاثه من اعضاء المجلس او اعضاء الحزب المحلي الحزب الوطني الديمقراطي في بورسعيد هم اللي بيدفع لهم فلوس و ولبسوا داخل مصر عندما رفع بعضهم من جمهور اهلي يافطه مكتوب عليها بلد الداله ما فيهاش رجاله؟ طبعا دفع
جمهور، ناس كتير جدا بتقول ده مش جمهور بورسعيد. والجانب الاخر او الغالبيه العظمى او اللي بالشعب المصري حمل المسؤوليه الاولى والاخيره دخل مع الدوري الطوخي. طوخي احنا بنتكلم عن طوخي وما حدث داخل مصدر بورسعيد. انا ما حدث ما بين الاهلي والمصري، زي ما انا قلت ما حدث من احداث بورسعيد. عمرو موسى المرشح المحترم قدم تعديل انتخابات الرئاسه وبالفعل تم طبعا قبوله بموعد غايته 23 مده للمجلس الاستشاري، تم قبوله. المجلس العام مش قادر ياخد قرار في تعديل انتخابات الرئاسة. طب شوف انت ايه رايك اللي حصل في بورسعيد؟ عايزك تكتب لي كده، تكتب لي كده اللي من وجهة نظرك كله. عايزك تكتب لي بورسعيد بتبرر، طب بتروح ليزر عنده مشكلة؟ تخرج صديق البرنامج معانا. اقول لكم حاجه، ان هناك مطالب كانت هناك طبعا بعد احداث المؤسفه التي حصلت في بورسعيد ما بين النادي الاهلي والنادي المصري. ناس كتير جدا قالوا ان ده منظم من داخل سجن كره. سجن كره طبعا احنا عارفين ان سجن كره ده موجود فيه رموز النظام السابق، الرئيس مبارك على ورمان الكابتن الشريف انس الفيه، يعني اكثر من النظام السابق. ناس كتير جدا قالوا بعض هم بيتم تدبير لحاجات كتير جدا لخراب مصر، فلابد من توزيعهم على السجون المختلفه. طبعا احنا عارفين ان سجن كره في 7 سجون جوه، يعني سجن كره ده كبير، سجن كره في جوه 7. كان معانا تاني السؤال يا فكر، انا هقوله لك لان انت بتسأل تقريبا ما سمعتوش. عايزك تكتب لي التحليل الشخصي بورسعيد ما بين الناحية الشخصي وما رد عليه، وعاد ثانية كمان تعال ليه في الشخص، هل كان مدبرا؟ هل مدبرا مثلا ما بين او مين ومين ضد مين ومين؟ طب الشعب المصري بيحمل المسؤولية الأولى والأخيرة لشعب بورسعيد. شعب بورسعيد حاشد الحقيقة وكبيرة جدا، وقال إن هذا الشعب أهو من قريب ولا من بعيد فيما حصل في احداث مصر. لك دول الطوخي بيقول عايز اقعد بورسعيد وما حدث في بورسعيد. عايز اعرف تحليلك الشخصي يا طوخي او في مصدر بورسعيد، ايه اللي انت شفته من مصدر بورسعيد؟ وهل هو مدبرا؟ ومين الذي يدبر؟ ومين بيقول لي في ناس كتير جدا بتحمل الشعب المصري بتحمله خساره ما وهو هم المسؤولين عن احداث ما حصل بورسعيد. فانت ايه رايك في الموضوع ده؟ طبعا احنا عارفين ان في ظاهره حاجه خرجت في بورسعيد وتم رد الاتهامات الموجهه لشعب بورسعيد، وشعب بورسعيد كله اعلن الحداد، وقال احنا مالناش دعوه واحنا مالناش داخل، ده هم بلطجيه. وقال طبعا في ناس قالت ان اللي كان بيدبر الموضوع ده هم 3 من اعضاء مجلس المجلس الحزب المنحل، وتم تكسير محلاتهم في بورسعيد. فانا عايز اعرف ايه رايك في الموضوع ده؟ طبعا لان احنا عارفين بعد ما حصل ان الاشتباكات وقتل ووصل لعدد 73 قتيل في استاد بورسعيد، تم الهجوم على وزاره الداخليه، بما انها طبعا ان السبب الرئيسي لعدم تامين مباراه زي بحجم مباراه الاهلي والمصري، وناس اتهمت مرور الامن بالتواطؤ مع الحزب المنحل. ومدير الامن والامن بتاع بورسعيد ومدير المباحث ومدير البحث الجنائي المباحث مدير المباحث هناك. فانا عايز اعرف ايه رايك النهارده،
وتحليلك الشخصي لموضوع المصري والاهلي. يعني عايز اعرف تحليلك في الطبول كله، تحليلك كده توكو بيقول الصوت والصورة بيقطعوا جامد. بص يا توكو، طب هو توت امون معانا، يبقى يا ريت ينوه معانا، يا ريت ينوه معانا توت امون ينزل بان مفيش اي صفحة نت تفتح، يعني ما تفتحش اي صفحة نت اخرى وانت بتشاهد البث، وياريت تعمل كليك يمين على الفيديو وتختار ريفريش فيديو. طيب ويا ريت برضه بخلي بقول يا ريت كل اللي موجود بره الشات يا ريت يكتب اسمه داخل الشات ويدخل معانا يشارك معانا في الموضوع. طبعا ناس كتير زي ما انا قلت، ناس كتير حملت المسؤوليه الاولى لمدير الامن بالتواطؤ مع الحزب المنحل، ناس ثانيه قالت لا اللي قاعدين بيدبرهم هم الموجودين في سجن كره. الموجودين طبعا في سجن كره زي ما احنا عارفين هو الرئيس السابق علاء وزمان لاولاده صفوت شريف احمد فسفور، ناس كتير جدا موجوده داخل سجن كره. فالحل الامثل هم توزيع داخل سجن كره، ولكن هناك يعني داخل سجن كره فيه 7 سجون، فهو يا ريت يتم توزيعهم على ال7 سجون دول بحيث ان كلهم ما يتجمعوش في منطقه واحده، وان هم بيدبروا لاي حاجه تانيه. طيب لا ده حبيب العدلي هو اللي لسه ليه سيطره على وزاره الداخليه، هو الذي يجيب خلينا من داخل اقوال ان وزير الداخليه الاسبق حبيب العدلي ليس له اي لا من قريب ولا من بعيد، ولا ليس له اي سلطه على وزاره الداخليه وعلى ذمه قضاء قتل وحاجات تانيه، ما ينفعش يكون لي اي حاجه تانيه. طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما قلت ان عقب احداث مؤسفه اللي حصلت في بورسعيد ما بين النادي الاهلي والنادي المصري، خرجت المسيرات بتمدد بانتقال السلطه باسرع وقت وانتقالها الى سلطه مدنيه او رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشعب. وهناك من يعارض هذا الكلام ومن ضمنهم ايضا رئيس كتله برلمانيه لحزب الحريه والعداله وهو السيد حسين ابراهيم، وده رئيس الكتله البرلمانيه لحزب الحريه والعداله في مجلس الشعب، رفض طبعا انتقال السلطه لرئيس مجلس الشعب، وهناك من ينادي بذلك. وصرح ايضا سامي عنان رئيس الارقام الحرب ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وخرج وقال ان الشعب المصري قريب جدا هيسمع القرار او هيسمع خبر كويس جدا، لان الشعب المصري جزء لا يتجزا من القوات المسلحه. من خوف المجلس الاعلى للقوات المسلحه او كون الجيش بانه متواطئ مع الامن للساد او الاهل والضحى، وسقوط كثير من الاصابات او المصابين. وهناك دعوه زي ما انا قلت، هناك دعوه الى العصيان المدني، يعني هناك دعوه الى العصيان المدني في ذكرى تنحي مبارك ومرور عام على الحكم الاصفر. طبعا احنا عارفين ان الحكم المبارك تنحى يوم 11 فبراير 2011، ومرور عام على حكم العسكر، ومرور العسكر بيدخل طبعا في هذه الاضرابات الجامعات. هناك بعض الجامعات اضراب، طبعا ده اضراب عام تشارك فيه، و13 حركه سياسيه تشارك في اضراب عام 11 فبراير حتى تسليم السلطه وتشكيل حكومة انقاذ وطني ومحاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء. يا ريت دلوقتي، ويا ريت احسن تشارك معانا والناس الموجودين معانا دول يشان بدعوا، يا ريت يشاركوا معايا، يا ريت يشاركوا. طيب انا اقول لكم يا جماعه ظريف كده، يعني تعليق كده دمه خفيف جه على الفيسبوك، قال لك فبراير 2000، طبعا احنا بنتكلم على الاسم في شهر فبراير دايما بيحصل قتله. في 2002 فقال لك فبراير في 2002 حريق قطر الصعيد وماتت 350 مصري وعملوا لجنه
كان بيتكلم بقول ليه ان الحياة التعليق ده حلو قوي، عجبني ان هو جاي على كلمة لجنة تقصي الحقائق وقع شهر فبراير. فانا اقول لكم في الاخر هم قالوا ايه، قلت فبراير 2002 حريق قطر او حريق قطر الصعيد ومات 350 مصري وعملوا لجنة تقصي الحقائق. قال لك فبراير 2006 غارة عبارة السلام مات فيها 1300 مصري وعملوا لجنة تقصي الحقائق. قال لك فبراير 2011 موقعة الجمل مات فيها عشرات المسلمين. قال لك 2012 مذبحة بورسعيد. طيب فبراير بورسعيد طبعا اللي كانت مدينة النادي الأهلي والنادي المصري مات فيها 74 شابا مصريا وبرضه عمل لجنة تقصي الحقائق. فالناس جاية تقول تفتكروا هي المشكلة في شهر فبراير ولا المشكلة في لجنة تقصي الحقائق؟ يعني هو تعليق الحقيقة عجبني لأن احنا عارفين إن مجلس الشعب عقد جلسة طارئة طبعا وكان في إجازة وقطع الإجازة وعقد جلسة طارئة لمناقشة أحداث مباراة النادي الأهلي والنادي المصري وعمل لجنة تقصي الحقائق وضم اللي ماتوا الشهداء اللي ماتوا بتاع بورسعيد في النادي الأهلي والنادي المصري ضمهم لأحداث محمد محمود المسجون والحاجات دي الناس اللي ماتت يعني. فأنا أقول لكم تقدر أقول لكم ماشي معلش تعليق تاني إنه عجبني يعني. قال لك تعليق فبراير 2002 حريق قطر الصعيد ومات 350 مصري وعمل لجنة تقصي الحقائق. فبراير 2006 غرق عبارة السلام مات فيها 1300 مصري وعملوا برضه لجنة تقصي الحقائق. فبراير 2011 موقعة الجمل طبعا كانت ايام الثورة مات فيها عشرات المصريين وبرضه عمل لجنة تقصي الحقائق. قال لك فبراير 2012 مذبحة بورسعيد مات فيها 74 شخص اللي هي مدينة النادي الاهلي والنادي المصري وبرضه عمل لجنة تقصي الحقائق. تفتكروا هي المشكلة في شهر فبراير ولا المشكلة في لجنة تقصي الحقائق؟ إحسان بتقول لي يا حرام كل شهداء، ما هو ما أنا بقول لك لا هو بص التعليق طوخي دخل معانا بيقول لك يا ريت يا طوخي أقطع يعني قبل ما تطلع تاني أو حاجة، لو عندك أو لو أنت فاتح أي صفحة نت تانية يا ريت تقفلها، يا ريت تقفل أي صفحة نت تانية وأنت بتشاهد البث، يا ريت لو الفيديو عندك وقف تعمل ريفرش يمين كليك يمين فيديو ريفرش هيعمل معاك ريفرش على طول. اكتب لي عن وجهه نظرك انت فيما حدث ما بين النادي الاهلي والنادي المصري في مذبحه بورسعيد، يا ريت تكتب لي يا طوخي عشان اعرف وجهه نظرك فيها. وهقول لك التعليق اللي جالي ده عشان لو تعرف متخالف معايا ده ايه احسان. هو يعتبر كل شهر طبعا يا حسين بتقول حرام كل شهر ده يعتبر 2002 وفبراير 2006 و2012 كل شهر احد الداعيات الكويات خرجت وقالت ان يعني اللي ماتوا في مذبحة بورسعيد او اللي ماتوا ال 74 شاب دول المصريين اللي ماتوا في ست بورسعيد او ثمان بورسعيد دول ما يعتبروش شهداء لان الشهيد دافع هو اللي بيدافع عن بلده ضد اليهود. لكن انا اعرف هذه الكارثه مش معقول مجرد يافطه تعمل كده. انا اقول لك بقى اللي يقرا معايا لسه بيقول الكليب ريفرش فيديو ولا يفضل يرجع اي صفحه اثناء مشاهده البث. الفوخ غلط زي ما انا قلت، اصل الفوخ سالني دلوقتي يقول مستني اعرف السبب الحقيقي وراء هذه الكارثه. بص يا فوخي ناس قالت ان هناك بلطجيه
يعني بلطجية كتيرة جدا راحوا بورسعيد، استأجرها ناس أو 3 أعضاء أو أعضاء الحزب المنحل اللي هو الحزب الوطني، استأجرها بعد البلطجية وخلى أغلبهم يقعدوا في النادي المصري، يعني خلى أغلبهم يقعدوا في النادي المصري، وخلى الجانب الآخر يقعد في النادي الأهلي ويلبس تيشيرت النادي الأهلي، يلبس تيشيرت النادي الأهلي ويرفع اليافطة مكتوب عليها بلد البلد وبشر الجنة. طبعا بالطبع مين اللي هيثور؟ هو جمهور النادي المصري. ومين اللي هيتقدم؟ جمهور النادي المصري، هم البلطجية اللي تم تأجيرهم. فبالتالي هم الاثنين هم عاملين الحكاية دي، الناس جت قالت كده، والأغلب وأغلب الشعب المصري، يعني أغلب الشعب المصري قال لك لا احنا بنحمل شعب بورسعيد بقى هذه المذبحة، لأن احنا نفدنا عبر التلفزيون وعبر القنوات كلها. يا أهالي بورسعيد أرجو انزلوا وتنقذوا الموجودين في الاستاد، الناس موجودين في الاستاد والبلطجية على باب الاستاد مش راضيين يدخلوا عربية الإسعاف للعيبة. طبعا الناس كلها كانت بتموت جوه، واحنا شفت، كانوا عايز الناس شفت، وكل الناس شافت، شافت كلها طبعا عن طريق التلفزيون ان الناس بتناشد. طبعا كل اللي كانوا ميتين في اوضه لبس لعيبه النادي الاهلي، ان جمهور النادي الاهلي كله كان ميت، كله كان فيه نجده، كانوا محتاجين تبرعات بالدم، الميه ما كانتش موجوده، يعني يعتبر كانوا قاعدين في صحراء خالص. عايز اقول لكم مدير الامن، انا بس كان نفسي يكون اتفق معايا عشان اشرح له، لانه قال لي نفسي نعرف السبب الحقيقي وهذه الكارثه، مش معقول مجرد يافطه تعمل كده. عايز اقول لك ان من كان قبلها كمان، من كان قبلها ناس قالت ان كان قبلها كمان مكتوب على الفيسبوك، انا شفت اللي ده على فكره، شفت التعليق اللي على الفيسبوك اللي انا شفته، واحد بطلع على مدينه بورسعيد ولا منين ما اعرفش، بس انا شفت كده اللي جاي بورسعيد او اي اهلاوي جاي بورسعيد يكتب وصيه لامه، انا قريتها كده، اي اهلاوي جاي بورسعيد يكتب وصيه لامه، يكتب وصيه لامه. طبعا ناس كتير جدا قال الراجل ده مش من بورسعيد، وناس تانيه كتير جدا قالت لك لا الراجل ده او الشاب ده هو ادمن جروب بورسعيد او ادمن الجروب بتاع جماهير النادي المصري على الفيسبوك، فهم قالوا ان الراجل ده هو وراء المشكله. وفي ناس طبعا تانيه قالت لك لا الناس دي بلطجي، الراجل ده بلطجي وهو اللي عامل كده، وهو يعني حاجه وهميه كده عشان يثير الجمهور. ناس تالته قالت لك لا ده هو في احتقان ما بين النادي الاهلي والنادي المصري، وده جمهور فعلا المصري، وده جمهور النادي الاهلي، الجمهور اللي بعديه فعلا الجمهور المصري، جمهور الاهلي رفع اليافطة وقال دي بلد بلد ما فيهاش رجالة، جمهور النادي المصري بالفعل هو اللي نزل كله بالمصاري. ولكن ناس رابعة قالت لك لا، طب ازاي جمهور النادي المصري ينزل ومعاه أسلحة بيضاء سنة بمطاوي ولم يتم تفتيشهم على الباب؟ وأحد اللعيبة المعتزلين اللي هو محمد ذكري، ده لعيب كان في النادي المصري، هو قال لك أنا هو اللي هو شاف أتوبيسين جايين على الاستاد ودخلوا الاستاد ولم يتم تفتيشهم نهائي. هو بيرجح ان هم يكونوا البلطجيه التي بثوا داخل الجمهور. فالناس قالت لك ازاي يعني جمهور مين يدخل الاستاد ويكون معاه سنه ومطاوي؟ لان طبعا زي ما احنا عارفين او زي ما احنا شفنا ان في ناس ثانيه ماتت دي مطوه هنا ومطوه هنا وحاجات من دي زي ما احنا شفنا. فازاي فالناس كانت خمسه قالت لك لا احنا بنحمل مديريه الامن، مديريه الامن متواطئه مع جمهور بورسعيد. انا واحد من شفت محادثه ما بين اثنين من بورسعيد، هتقول لي ازاي بورسعيد؟ قال لك ما اعرفش، بس اعتقد انا ما اعرفش مين بورسعيد ولا لا، بس الحوار ده نزل على فيسبوك ايضا. واحد بيقول، واحد جاي يقول، بيقول والله يا جماعه انا من بورسعيد، انا كنت قاعد في الجمهور بتاع بورسعيد والامن هو اللي فتح لنا الباب، امن النادي او يعني الضباط، يعني البوليس هو اللي فتح لنا البوابات، لنا الناس دي بتشتمكم، روحهم طلعوا عينهم لان الناس دي بتشتمكم دلوقتي، هو اللي جاي قايل كده، بيقول الامن هو اللي فتح لنا الباب بتاع المدرجات وقال لنا انزلوا نجرم عليهم ويقتلوهم. لان النادي الاهلي جاب قايل والله احنا، انا واحد يعني احنا جايين، واحد بيقول النادي الاهلي ابوس ايدك من الامن، طبعا ابوس ايدك
انقذنا. قالوا لنا احنا مالناش دعوه خالص، ما عندناش اوامر بكده. فهناك انقسام كبير جدا داخل مصر، لان هو شعب بورسعيد هو المسؤول الاول والاخير عن احداث النادي الاهلي والنادي المصري. وفي ناس تانيه جت قالت والله ما احنا بدليل ان احنا خرجنا في المظاهره وكلنا قافلين محلاتنا وقاعدين حداد تماما على شهداء النادي الاهلي، احنا والله ما عملنا حاجه، احنا من غير احنا عمرنا ما نعمل كده خالص. وبورسعيد بريئه، وناس دي قالت بورسعيد بريئه بريئه بريئه، يعني ما عملتش كده. ناس تانيه، ناس رابعه قالت لك لا ده هم عملوا كده بمساعده بلطجيه، بعض البلطجيه هم اللي قضوهم، هم اللي قضوهم ل جمهور النادي الاهلي، ليتم حث جمهور النادي الاهلي. وناس تانيه من بورسعيد، ناس تانيه من بورسعيد قالت احنا مش هنسكت، احنا لازم نجيب حق الشباب دول معاكم وهنعرف مين. وبالفعل ناس قالت ان من اللي عمل كده هم بعض البلطجيه استاجرهم بعض البلطجيه استاجرهم اربع اعضاء اصحاب جمال وعلاء مبارك من بورسعيد، فاتحين مطاعم هناك ومحلات كبيره، هم اللي استاجروا البلطجيه. وتم دفنهم داخل الجمهور النادي المصري، ليتم حذف جمهور النادي الاهلي من اعلى المدرجات. زي ما احنا شفنا ان ناس كتير جدا ماتت، وعلى فكره انا اعتقد 73 دول هو مش الرقم الصحيح لشهداء النادي الاهلي، هو اعتقد اكثر من 120 شهيد. لان في ناس حتى امبارح بيخرجوا ناس كتير جدا من مشاهد منهم. فارجو من الاعلام ولكن يعني كان نفسي يكون معايا عشان اسال السؤال ده. يعني هو ناس كتير قالت اللي بيدير المؤامره زي ما بيقولوا في مؤامره، يعني برضه انا كنت عايز اقول له هو في مؤامره فعلا في البلد من رموز النظام السابق؟ هل بالفعل في مؤامره من رموز النظام السابق؟ ولا في مؤامره، يعني هو لو في مؤامره من رموز النظام السابق، هل زي ما نادى البعض بتوزيع رموز النظام السابق داخل سجن كرة؟ داخل سجن كرة، سجن كرة فيه سبع سجون، سجن كرة فيه سبع سجون. هل لو تم توزيع جميع رموز النظام السابق، احنا اعتقد ان اكثر من 37 او اكثر من 40 واحد مسجونين، لو تم توزيعهم على السبع سجون، هل هتبطل المؤامرة؟ يعني هل هتبطل المؤامرة ولا مش هتبطل؟ انا حتى هذه اللحظة لسه ما تمش. وهل احد مطالب ايضا الثوار نقل حسني مبارك او الرئيس السابق لسجن لمستشفى سجن ترى، لمستشفى سجن ترى، هل هيبطل المؤامرة؟ وعلى فكرة طلع تصريح النهاردة ان من وزارة الداخلية هيتم تكلفة، يعني هيتم تكلفة تجهيز مستشفى ترى بمليون و800 الف جنيه. يعني عشان المستشفى اللي هتيجي فيها، حكم المبارك هيتم تجهيزها بمليون و800 الف جنيه. ده بس تجهيز المستشفى عشان الرئيس المخلوع يروح فيها ويسيب المركز الطبي العالمي. في ناس تانية قالت عشان البلد دي حالها يتعجل زي ما بيقولوا والاقتصاد المصري يبدا ينهض تاني، والمعتصمين ايضا يذهبوا عن ميدان التحرير، لابد من فتح ترشيح باب الرئاسه موعد 10 مارس المقبل. يعني هو قال ان فتح باب الرئاسه 10 مارس المقبل، 10 مارس المقبل يعني شهر مارس اللي جاي. دي احد مطالب ايضا الثوار المعتصمين. طبعا احنا عارفين انه وايضا في ناس في ايضا يوم 11 فبراير اللي جاي ده اعتصام تم التنويه عليه من قبل كده برضه، وتم التوزيع الاعتصام ده على جميع الحركات السياسيه.
فيها جميع الجامعات وجميع المستشفيات، وايضا الكل استجاب الحقيقه، الكل استجاب، الجامعات استجابت. 13 حركه سياسيه تشارك في اضراب عام 11 فبراير، طبعا 11 فبراير للذكرى الثوريه الاولى لتنحي الرئيس المخلوع. طبعا التنحي حصل يوم 11 فبراير 2011، ده 11 فبراير 2012 الطوخي دخل معانا تاني. طب اسالك سؤال يا طوخي، بما انك دخلت معانا بقى، ناس كتير جدا قالت ان المحبوسين في سجن ترى هم سبب المؤامره، يعني احنا عارفين اكثر من شخص 40 شخصيه من رموز النظام السابق، هل لو تم توزيع رموز النظام السابق دول على 7 سجون داخل سجن ترى، هل بالفعل هيبطل المؤامره؟ يعني هيبطل المؤامره؟ انت قلت لي احنا عايزين نعرف السبب الحقيقي وراء هذه الكوارث، مش معقول مجرد وصفه. انا طبعا طرحتها، ولكن بس انا هسالك السؤال ده وتقول لي وجهه نظرك، وانا هقول لك ناس كتير، الناس اللي قالت يعني مجرد وصفه، ناس قالت لك ان الوصفه دي بعض البلطجيه اللي جم من خارج بورسعيد ولبسوا تيشيرت النادي الاهلي وقعدوا داخل النادي الاهلي ورفعوا الوصفه دي، لان بيقول لك الوصفه دي ما قعدتش اكتر من دقيقه او دقيقه ونص، يعني الوصفه دي ما قعدتش اكتر من دقيقه او دقيقه ونص. وايضا رد عليهم طبعا البلطجيه التانيين دي بنزين طبعا، وقع السم من فوق عند جماهير النادي الاهلي. الناس الثانيه بتقول لك ان الامن كمان كان متواطئ، الامن كان متواطئ بدليل اغلاق النور، يعني قفل النور على الجماهير كلها في الاستاد. وطبعا في لحظه قفل النور ديت، في لحظه قفل النور ديت كله كان بيتحدث من فوق المدرجات، والكل كان بيتقتل والكل كان بيموت ولا حد شاف حاجه. والحكم الحظ بتاعتها، يعني حسن الحظ ان بعدها خرج مدير امن بورسعيد وخرج وصرح وقال ان انا ما ذهبتش لاستاد بورسعيد خالص، وقال لك ان انا ما اعرفش حاجه عن الماتش ده قبلها ب 10 ايام، والراجل كان في بورسعيد يوم الماتش والتقطت ليه اكثر من صوره بان الراجل ده كان في بورسعيد وكان في بورسعيد ساعه الماتش، وخد اكثر من صوره وتم نشرها طبعا على الفيسبوك وعبر القنوات كلها واتنقل. ولكن هل يكفي من وجهه نظرك انت يا طارق، هل يكفي ان الراجل ده فعلا اتنقل بس يعني مدير امن يتنقل لديوان المحافظه، ولا كان يعني كان يتم اقالته نهائي من الوزاره، او كان يتم يعني رفضه زي ما بيقول، يعني اقالته من الوزاره خالص؟ يعني هل بالفعل ده يكفي بس ان هو اتنقل من مدير امن محافظه الى ديوان عام الوزاره فقط، وحتى لو في تحقيق بس، ولا ما هو التحقيق ممكن يبرئه؟ يعني التحقيق طبعا المتهم بريء حتى يثبت ادانته، فالتحقيق ممكن يبرئه، ولكن هل الشعب او جمهور اطراف اهلاوي هيهدى لو شاف الراجل ده بره بريء كده؟ يعني لو شافه بريء هل هيهدى، ولا لابد من عزله خالص وزاره الداخليه؟ لان الراجل طلع وكذب طبعا وقال ان انا اولا ما اعرفش حاجه عن الماتش بقاله 10 ايام. طب لما انت ما تعرفش حاجه عن الماتش من 10 ايام، طوخي بيقول، ما هو ده اللي بقول عليه يا طوخي، طوخي بيقول هل حادث؟ انت مين يا طوخي؟ انت من بورسعيد؟ انا ما اعرفش انت منين، ولكن انا اصلا ما اعرفش الاسماء. انت بتقول هل حادث بورسعيد مدبر؟ وهل اللي دبره فعلا جمال عمرو او عمر او المنياوي والحسيني ابو عمر زي ما بيقولوا، ولا مين اللي وراه بالظبط؟ ما هو ناس قالوا، بص بقى، ناس قالوا ان في بلطجيه استأجرهم اثنين اصحاب جمال وعلاء مبارك، او ثلاثة اصحاب من بورسعيد، هم اصحاب جمال وعلاء مبارك وهم اعضاء في الحزب المحلي الحزب الوطني، واستأجروا الناس دي من منزلة ومن كرة تانية، وتم دسهم في جمهور النادي المصري وجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ده لابس تيشيرت النادي الاهلي، وجمهور المصري لابس تيشيرت جمهور النادي المصري. جمهور النادي الاهلي ده رفع يافطة ومكتوب عليها دلب الدالة ما فيهاش رجالة. طبعا مين اللي هيرد عليه؟ او مين اللي هيسيب جمهور النادي المصري؟ هو البلطجيه المندسين دي، هم ناس قالت كده. قال انما اللي نزلوا دول من جمهور النادي المصري، دول مش بتوعنا خالص، مش بتوع بورسعيد نهائي. الناس دي مش من بورسعيد. دي بشهاده اللعيبه اللي قاعده قالت الناس دي يا جماعه احنا اول مره نشوف اشكالهم نهائي. بدليل ايضا طبعا بتكلم عن طريق الناس الثانيه،
لدليل ايضا ان الامير عبد الحميد اتكلم وقال في واحد من الجمهور نزل له ما بين الشوطين وكان واخد برشام، كان مدرسي يعني كان شارب، ونزل له وقال له انت معاك اكل، يعني واحد مش بارد الدنيا نهائي خالص ولا يعرف هو اصلا فين. فهو في ناس بتقول بالفعل جمال ده والحسين ده هم بالفعل، وايضا جمهور بورسعيد قال لك الناس دي هي اللي عامله كده، وقاموا رايحين مكسرين محلهم هناك في بورسعيد. ناس تانية قالت لك لا ده شعب بورسعيد هو اللي كان متآمر، لان طبعا احنا عارفين ان في احتقان ما بين النادي الاهلي بالذات وفوائد اسماعيلي او الزمالك او المصري، ولكن ما تفهمش للدرجه دي. ناس قالت لك تانية لا ده هو بورسعيد متآمر او جمهور المصري متآمر مع مدير الامن او مع الامن اللي هناك، بدليل ان الامن اول ما الحكم صفر اللي هو حكم في الماتش ده فهيم عمر، اول ما صفر لو انا عايزك تشوف بس يا توخي، عايزك تلاحظ او تشاهد مره ثانيه الفيديو وفهيم عمر مسك اللي هو الصفاره ويصفر، يعني فهيم عمر وهو بيصفر قبل ما يصفر، عايزك تشوف الاعلانات اللي بتبقى في الملعب في الارض، الاعلانات اللي بتبقى في الارض عايزك تشوف وراها، يعني انا قبل ما الحكم يصفر كده عايزك تشوف الناس اللي ورا صور الاعلانات دي، هتلاقي كل الجمهور كان واقف ورا الاعلانات مستني بس فهيم عمر يصفر وكل ينزل، مش كل ينزل من فوق لسه لا، كل كان ينزل بالفعل في الارض، ولكن واقفين على يعني هم الاعلانيين لغايه ما كان عمر يدي الصفاره بس تلاقيهم كلهم خرجوا من الوقت على الملعب، انما ما حدش ينزل من فوق لا، كله كان ينزل بالفعل واقف هنا. انا عايزك تشوفها تاني، انا عايزك تشوفها تاني خالص، تشوفها تاني بالراحه بقى. توخي بيقول في واحد قال انهم قبضوا على واحد من بورسعيد وقال انه قال لهم انهم متسلطين من جمال ومن الجمال المنياوي والحسين وابو عمر، وانهم اخذوا 100,000 جنيه منهم، اخذوا 100,000 جنيه منهم. انا ما اعرفش ليه، انا سمعت ان هو 600 جنيه كل واحد، او ممكن يجيبوا 1000 جنيه، ممكن يجيبوا 100,000 جنيه ممكن، بس هو ظلم الشعب ممكن يدفعوا يعني. هو زي ما قلت لك في ناس فعلا كتير جدا قالت قالت على الـ على الـ على ابو عمر، وفعلا قالوا ان في من اعضاء المجلس المجلس اللي هو الوطني ده هم فعلا هم المسؤولين عن الموضوع ده كلها. طيب لما انت بتقول لما انت بتقول يا توخي ان دول، طيب ما في الامن بتاعتها بقى، هل بالفعل الامن كان متآمر مع الناس دي ضد تخريب البلد؟ يعني هل بالفعل الامن كان متآمر من وجهة نظرك، هل الامن كان متآمر مع جمال والحسيني ضد تخريب البلد؟ ولا مصلحة مين؟ يعني عايزك تقول لي مصلحة كذا، لان في ناس ثانية قالت لك لا ده العدل بيدير البلد، عفوا بيدير وزارة الداخلية. تاخد بيقول ده كلام اتقال في برنامج مصطفى بكري منتهى الصراحه. ماشي انا معاك، ماشي انا مفترض، ماشي ماشي انا معاك، انا مفترض ان احنا ان هم خدوا 100,000 جنيه وكل حاجه ماشي، امال فين ضمير الامن بقى؟ طيب انت فين ضمير الامن بتاعتها؟ طب لو الامن، لو انت قلت لي كان متامر معاهم بالفعل، طب الامن متامر لصالح مين وضد مين؟ يعني الامن مدير امن بورسعيد، طبعا مدير امن ده الامر الناهي في كل مباراه او الامر الناهي في الامر الناهي في بورسعيد. طب الوقت يا جماعه اللي يقدر الوقت انتهى، انا بقالي معاكم ساعه فهو انتهى دلوقتي، فانا بشكر توفي وبشكر فاطمه وبشكر احسان وبشكر ميرو وبشكر كل الناس اللي كانت موجوده بره الشات. ان شاء الله ان شاء الله بكم يوم الاثنين الجاي في حلقه جديده، وبنوي ان شاء الله بكره حلقه القعده في انتخابات مجلس الشورى 13 محافظه، يا ريت الكل يروح ينتخب طبعا وسط اعتصامات طبعا برضه في ميدان التحرير. فبشكر الطيخ وان شاء الله اكمل معاك يا طيخ الاثنين الجاي الساعه 9 برضه. بشكر الناس كلها وبشكر كل اللي كانوا معانا. الطيخ بيقول انا مش عارف ازاي يعملوا كده حتى لو فعلا اخدوا ملايين الدنيا. هنكمل معاك الموضوع برضه، الموضوع لسه مستمر، هنكمله معاك يوم الاثنين الجاي يا طيخ. بشكركم طبعا، السلام عليكم.